يا ايه لك بدك تضرب فيها العالم راسي We do not have enough food, medication. If anyone tries to get or smuggle food or medication into these uprising areas, they will be shot at, they will be killed, they will be arrested and tortured. It's not a war, it's a massacre. It's an indiscriminate massacre of men, women, children. قال الانشقاق عن كتائب الاسد الوحشية واضعنا نفسي تحت تصرف الشعب وانضموا الى الجيش السوري الحر وذلك لما تعرضت له مدينة دير لسوري اقول نحن لن نرى الا بامرين النصر او الشهادة النصر او الشهادة جامعة العربية المراقبين سوريا امريكا اوباما ساركوزي الكل يسمع المسلمين